الحقيقة أنه من امبارح الشغل الشاغل لينا جميعا القرارات الاقتصادية تحديدا كمان تخص رفع سعر الفايدة. في بعض الأسئلة كده لازم نسألها لنفسنا عشان نفهم أكتر، إيه الأزمة اللي موجودة؟ إيه الإجراءات اللي الدولة المصرية لازم تتخذها عشان تقدر تتعامل مع هذه الأزمة؟ وإيه الهدف من هذه القرارات؟ القرارات دي أو القرار ده اللي بيخص سعر الفايدة هو إجراء هدفه في الأساس مواجهة التضخم اللي جزء كبير منه جاي لنا أصلاً من برة. الحقيقة كمان الإجراءات دي ما كانتش مفاجأة قوي، بالعكس يعني البعض كان متوقعها بعد ما البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفايدة كمان معظم البنوك المركزية في عدد كبير من الدول، لأنه هو ده الإجراء الطبيعي المفروض يتعمل في وقت العالم كله بيشهد. يمكن الناس المختصة أكتر فيه أو متخصصة أكتر في علم الاقتصاد هتفهم هذا المصطلح، هو الانفليشن أو معدلات التضخم. أحيانا معدلات التضخم رهيبة على كل المستويات والأرقام القياسية بتاعت العشرين سنة اللي فاتت. يعني على سبيل المثال أمريكا مثلا التضخم فيها وصل لأعلى مستوياته من 40 سنة، في أوروبا وصل للمستوى الأعلى منذ إطلاق العملة الموحدة اليورو، ده أعتقد كان أواخر التسعينيات. العالم الحقيقة يعني ملحقش يلتقط أنفاسه ولا كان لسه استوعب أزمة التضخم اللي حصلت بسبب كورونا، ودخل على طول بعدها في أزمة اقتصادية أكبر بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية. طيب إيه التحركات اللي اتعملت عشان نقدر نقلل تأثير اللي بيحصل ده؟ الحكومة المصرية على طول أعلنت حزمة من الإجراءات الحمائية بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الإجراءات دي بمنتهى البساطة فيها زيادة رواتب وعلاوات كمان معاشات، ده غير زيادة حد الإعفاء الضريبي 25%. وعشان الدولة تقدر تحافظ على المواطنين وقيمتها السوقية، أموال المواطنين عفواً وقيمتها السوقية، بعض البنوك الوطنية عملت شهادات بفايدة 18%. كل دي إجراءات هدفها التخفيف بشكل كبير من أي تداعيات تخص أزمة التضخم العالمية على المواطن المصري. يمكن كمان يشازلي الحقيقة إنه إحنا كنا عارفين إنه بالفعل هيكون في زيادة تحديداً في المعاشات من أول شهر 7، لكن الحكومة المصرية عجلت بده وكمان أقرت زيادة الرواتب بدري، ده نظراً لارتفاع الأسعار برضو بسبب أزمة التضخم العالمي، ولأن الدولة بتحتوي ده بأكتر من طريقة إن كان بهذه القرارات أو حتى إن كان بتوفير السلع الاستراتيجية. بكل تأكيد يا جمانة، وزي ما أنت قلتي فعلاً كان قرار وكان إجراء لابد منه. بس الأهم من هذا الإجراء هو التعامل السريع والمباشر مع تداعيات رفع الفايدة. امبارح شفنا أضخم حزمة قرارات حمائية بتوجيهات من السيد الرئيس قيمتها 130 مليار جنيه. لو ركزنا في هذه الإجراءات هنلاقيها بتركز في المقام الأول على الشريحة اللي ممكن تتأثر نوعا ما، عشان كده تم تدبير 2 مليار و 200 مليون جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة لمبادرة تكافل وكرامة. كمان تم تخصيص 190 مليار و 500 مليون جنيه لزيادة المعاشات، وده من أول الشهر اللي جاي في إبريل، مش هنستنى زي ما كانت جمانة بتقول لبداية السنة المالية الجديدة في شهر 7. ده نفس الموضوع اللي هيحصل في زيادة الأجور، في زيادة الرواتب، العلاوات اللي تم إقرارها امبارح واللي هتتصرف هي كمان من بداية الشهر الجاي. كمان تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، يعني من 24 إلى 30 ألف جنيه. مع كل ده تم كمان تحديد سعر رغيف الخبز غير المدعم وتوفير كل السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومخفضة في كل المجمعات الاستهلاكية وكمان في معارض أهلا رمضان اللي موجودة في كل المحافظات. مجموعة كبيرة الحقيقة من الإجراءات اللي إن شاء الله هتساعد بشكل كبير جدا في التعامل مع هذه التحديات الاقتصادية العالمية وهتخفف بكل تأكيد من أثرها على المواطنين. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.